والله المصانع، المعامل، التعويضات يسلمون العالم، العالم تعبت، العالم ملت، العالم ما اعرف ايش اسوي، بطاله بطاله، انزل على باب الجيد على سوق النبي، عالم بطاله بطاله عاد قدي، العالم ما عنده تعبت. فبدل هاي الفلوس اعمل معامل، معمل نسيج، معمل البسه، معمل السكر، معمل سمنت، اطور العالم، اكثر المعامل، خاطر العالم تشتغل تصير وظيفه عمل. اسلم التعويضات العالم، شبع تعويضات، اعوض هاي العالم البيوت، اعوض كش الدنيا كلها اعوضها. اسوي راتب لرامل، اسوي راتب للمطلقات، يعني كل شيء اسوي، قاعد العالم ما تحتاج كل شيء. اعمل الجسور، ارتب، اعمل الشوارع، قاعد العالم ما تحتاج شيء. هو هذا لازم المحافظ والنواب مال الموصل هم يتبعون هاي الشغلات. اعمل لجنه، اشكل لجنه مؤتمنه. لجنة مؤتمنة تخاف الله، تخلي الله بصدره، وراي فلوس مال العالم، ما شخص وشخصين ديبوقة أو دي يعملها، مال ألافات العالم، مال ملايين تصرف بيها العالم بالفلوس. مستشفيات، الجراجات اللي لحد ما سووها، يعني كثير شغلات، مشاريع مثل مسكوا الشوارع، مسكوا هاي، مسكوا المستشفيات، مسكوا هذول بيوت العالم، تعويضات العالم مثل يعوضوهم يعمرون بيوتهم، تمام ولا لا؟ العالم ميت من الجوع. يعني هسه الحكومه كل من مخلي الاربعه خمسه وما يدير باله على الشعب. لحد هذا علوش نواب، علوش اللي انتخبناهم احنا، وهاي الفلوس اللي هم اللي عندنا هي بالعراق، هذا مال اليتيم، هذا مو مالتنا ولا مالتهم، هذا مال اليتيم. احنا نريد واحد يجي يخدمنا، يخدم هالفقير هذا، مو يعني ياهل يجي خلى له كم مليار بجيبه وطلع، كان ما له شغله بالشعب، ما له شغله بالعالم. احنا نريد واحد امين ادم ابن وادم يجي على هالفقره هنا. كثير اكو معامل لو تشتغل، يعني هذا راح توفر فرص عمل كثير العاطلين الشباب عن العمل. هو هذا المطلوب يعني. وهم الوضع الاقتصادي بالمحافظه راح يتغير، هاي المعامل لو تشتغل يتغير الوضع الاقتصادي بالموصل. يعني كان اكو موضوع قديم يعني من قبل كم سنه انه على اساس يسوون مصفي بالموصل، بس ما تنفذ مع الاسف، والله ما تنفذ هذا المشروع. اكيد ضروري، اكيد اكيد تشكل لجنه من الحكومه المحليه، مثلا برئاسه المحافظ او نائب المحافظ، ويكون هم مطلعين على هالامور ويراقبون هاي الشغلات حتى تتنفذ وتصرف هاي المبالغ بمكانها الصحيح يعني.